الأوكازيون الشتوي بدأ النهاردة بشكل رسمي، ده اللي أعلنته وزارة التموين إنه هيستمر لمدة شهر. طبعا الأوكازيون الشتوي بيكون فرصة إننا ننزل نشتري كل اللي احنا عايزينه بسعر مناسب في ظل طبعا ارتفاع أسعار الهدوم والجزم في الفترة اللي فاتت، وده عشان يعني الأوكازيون ده المحلات فيه بتقدم خصومات ممكن تصل ل50% زي ما وزارة التموين قالت. في ناس بتقول إن الخصومات حقيقية، ناس تانية شايفين إنها وهمية، بس احنا ما نقدرش نحكم. لكن يعني لو في أي تلاعب في الأسعار أكيد الرقابة مطلوبة جدا. إنه محل يشترك في الأوكازيون بس أسعاره تفضل زي ما هي ما فيش عليها تخفيض، دي مشكلة واردة ممكن يحصل. عشان كده دكتور علي مصلحي النهارده شدد على مديريات التموين انها تعمل متابعه على المحلات اللي هتشترك، وان اي منتج موجود لازم يكون مكتوب عليه سعره قبل الاوكازيون وسعره بعد الخصم، وان اللي هيخالف هيعرض نفسه للمساءله القانونيه وهيتحرر ضده محضر. طبعا يعني مش بس كده، يعني في بعض المحلات انا شفتها بتعمل السعر قبل والسعر بعد، بتعمل سعر وهمي قبل وتحط السعر بعد اللي هو اصلا السعر بتاع الحاجه من الاول، في ناس بتعمل كده. فلازم برضو احنا نكون يعني الرقابه حاسمه وحازمه. فاول يوم النهارده شارك في الاوكازيون الشتوي 300 محل، لكن عدد المحلات اللي وزاره التموين قالت انهم هيشاركوا في الاوكازيون هيكون من 3000 ل 4000 محلات بقى لبس، محلات جزم وشنط، محلات ادوات منزليه. طبعا الوزارة عملت يعني نوع من السهولة في إصدار التصاريح عشان المحلات تقدر تشارك في الأوكازيون من غير أي مشاكل خالص. معنا على التليفون الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات المصرية. أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. وبدأ الأوكازيون الشتوي، حجم الإقبال من المحلات النهاردة في اليوم الأول الأوكازيون كان عامل ازاي؟ والمفروض يعني احنا كيعني ناس رايحين نشتري نتوقع ايه؟ شاكر يا فندم، اهلا بحضرتك. ابدا الأوكازيون ابتدى النهارده، احنا يعني الظواهر او البدايات كده ما كانتش على ما يرام لغايه دلوقتي. ليه؟ واحنا ليه البدايه مش بدايه قويه؟ عشان انت عارفه حضرتك ان الظروف الاقتصاديه اللي مرينا بيها الفتره اللي فاتت وسعر الخامات ارتفع بشكل كبير جدا، وبناء عليه كانت اسعار المنتجات يعني مرتفعه بشكل كبير جدا، وده ادى طبعا لحاله من الركود شديده جدا وعدم قدره المستهلك ان هو يلبي احتياجاته من الملابس، وده طبعا لانه عنده اولويات اخرى زي السكن والصحة والتعليم والغذاء. طب البداية مش موفقة عشان ما فيش محلات كتيرة بدأت في الأوكازيون النهاردة، ولا مش موفقة عشان ما فيش إقبال من الناس تروح تشتري؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن ناس من بدري جدا، من أسبوعين وثلاث أسابيع فاتوا، الناس كده كده كانت عاملة خصومات وكانت بتنفذ من غير ما تعمل التصاريح. شفنا ده فعلا في السوق. لان حاله الركود شديده جدا ضربت المحلات بشكل كبير. امال ليه البدايه مش موفقه؟ بتاع الملابس الجاهزه. فهي انا اتعشم يكون الناس لسه يعني ما وصلهاش الخبر بشكل جيد. مش موفقه عشان الناس ما راحتش تشتري، ما اقبلتش على الاوكازيون. ما راحتش تشتري. لكن ان شاء الله نتعشم ان اعتبارا من بكره او في الويك اند يعني في نهايه الاسبوع نتعشم ان يكون في اقبال على السوق، لان حضرتك كنت من شويه بتعلقي بتقولي ان في ناس بتعمل اوكازيون وهمي. انا شفت ده. انا عايز اقول لحضرتك ان من مصلحه التاجر النهارده اللي موجود جوه السوق انه يتخلص من البضاعه اللي موجوده عنده باي شكل من الاشكال، لان فلوسه لو قعدت للسنه الجايه او الموسم القادم ده ممكن يسبب له ضرر كبير ومش هيبقى عنده راس مال يشتغل بيه موسم الصيف. الاوكازيونات حقيقيه الناس كلها عندها رغبه شديده جدا انها تبيع البضائع اللي عندها عشان تقدر تجمد فلوسها تاني عشان تبتدي موسم جديد. يعني انا كمستهلك او انا كمشتري يعني
اخد الحاجه اللقطه ازاي؟ يعني حضرتك تنصحني انا نازله عايزه اشتري شويه حاجات في الاوكازيون، انتهز الفرصه دي ان انا هقدر اشتري بسعر كويس، النصايح اللي حضرتك تدهاني ايه؟ انا بطمن كل الناس مبدئيا ان كل المنتجات، يعني الحاله اللي احنا مرينا بيها الشهرين ثلاثه اللي فاتوا من بدايه موسم الشتاء ما كانتش بالشكل المأمول، وبناء عليه كان في بضاعه كتير جدا موجوده جوه السوق، فكل المنتجات ما زالت برونقها وزي ما هي، والبضاعه موجوده الوان ومقاسات وكل حاجه. واخد بال حضرتك؟ انا كل اللي انصح فيه المستهلك ان هو بس يبقى متاكد ان هو بيشتري منتج جيد، ما يفرحش بالسعر قوي لوحده، مش ده المعيار الوحيد، المعيار الاخر انه يشتري منتج جيد يكون مواكب خطوط الموضه وشكله كويس. اشكر حضرتك دكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفه صناعه الملابس باتحاد الصناعات المصريه. طيب